نسوي لكم ان شاء الله سوفليه الشيكو. اللي ما يعرف الشيكو، هذه فاكهة الشيكو، هي منتشرة عندنا في الامارات، وهي اتوقع اصلها من الهند. ان شاء الله تعجبكم الوصفة. عندنا تشيكو بيوري، خرطنا التشيكو مع الماي، استوى معنا القوام هذا الثقيل. وعندنا السكر، عندنا ماي شوية، وعندنا طحين الذرة، وعندنا مرانج ميديم بيك، في شكر اوريدي. انزين، اول خطوة نحط على النار البيوري، ونحط السكر، ونخلطهم مع بعض. هنا ما يحر البيوري مع السكر، نحط طحين الذرة أو الكورن ستارش، نحط الماي، نخلطهم لين يسوون معانا معجون ثقيل عشان يثقل معانا الميكستر أو خليط السوفليه. مثل ما تشوفون نخلط، لازم نتأكد ان السكر ذاب تماما داخل البيوري او الشيكو. نطبخ خليط النشا مع البيوري تقريبا دقيقة او 30 ثانية عشان طعم النشا يروح، ما يسوي طعم في السوفليه. نخفق سريع عشان ما يستوي لمز معانا، واذا كان حار الجدر نخوزه على الفوق. نتم نخلط، الحين تقريبا نطبخ النشا معانا، نحطه في ملة زجاجية او ملة حديدية. نحط الكلينج فيلم دايركت عليه. نحاول ننزله داخل، مرة يكون فوقه بالضبط عشان مثل ما قلنا ما يسوي مثل سكين فوق يخرب لنا القوام. مثل ما تشوفون وزعنا الزبدة في القوالب في كل مكان، والحين بنحط الشكر فيهم عشان يلصق في الزبدة حق نحط عقب السوفليه. مثل ما تشوفون بعد ما حطينا السكر يكون شي شكله، هذا الشكل يكون جاهز معانا عشان نحط خليط السوفليه فيه. فالحين بنسوي في القوالب كلهم، والزايد نحطه في القالب الثاني، نكرر لين ما نخلص القوالب كلها. عندنا خليط السوفليه برد درجة حرارة الغرفة، نحطه نحط ربع كمية المرانج ونخلطه. الحين نضيف على دفعتين نسوي فولدينج. مثل ما تشوفون الحين الخيط جاهز معانا. لازم نمزر القوالب، نضغط في النص، نحطها في النص، نضغط إلى أن يمزر القالب أو يمتلئ. مثل ما تشوفون